أروي قتل القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطوادي تخاف يا حسين أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطوادي تخاف حياتنا حسين مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين جرى الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا وكلا أنت فلا نعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كالطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في الروح والقلب حاضر لا تدركه العيون لا ولا الظنون أنت أخرجت في المل شهادة ثم أتقنت فن القيادة أنت أخرجت في المل شهادة ثم أتقنت فن القيادة حياتنا حسين مماتنا حسين أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح